السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بروجكت وايز دي منصة من برينتري، بتقدر ترفع عليها الملفات وتنظم الملفات، وتقدر تقول لك قد ايه تم من نسبة الشغل، ويقدر ينظمهم لك أكتر من حاجة بأشكال جميلة، بحيث مثلا لو انت عايز تعرف من خلال مثلا ده الأوفر فيو كمية الشغل اللي خلصت، وتقدر تقول له أنا عايز أعرف مثلا من الفترة دي للفترة ديت، فيبدأ يجيب لك الجزء دوت اللي انت عامل فيه. ممكن تقول له انا عايز اشوف الاكتيفيتي، فيبدا يجيبها لك بالشكل دوت. وتقدر تقول له انا عامل فلتر لحاجات معينه. طيب ممكن تقسمهم بالديسيبلين، كل ديسيبلين سيكل مثلا في شهر كذا طلعنا قد ايه، وفي شهر كذا طلعنا قد ايه، ونسبه الان اساينمنت، ونسبه الورك ان بروجريس، ونسبه اللي اتبعت عشان ياخد ابروفال، ونسبه اللي خد ابروفال. فبيبدأ يقسم لك المشروع ويجيب لك مخططات عشان تعرف ايه الحاجة وصلت لحد فين لغاية دلوقتي بأشكال كويسة. طبعا في مشكلة في الإنترنت، ففي صور مش موجودة. ايه نسبة الشغل اللي خلص واللي معمول له بلان والسكادولز دوكيومنتيشنز. وتقدر تعمل فلتر وتشوف المعلومات الأجزاء اللي أنت مهتم بيها أو أنت عايزها. مثلا عايز تركز على الحاجات اللي ما خدتش أبروفال، إيه الأقسام اللي ما خدتش أبروفال، وهكذا. هنا لو شلنا العلامة ديت هيبدأ يجيب لي كل الترانسميتال، فتقول مثلا عايز الأبروفال والكونستراكشن والديزاين.